اشرب شاي، محدش قال لك حاجه، لكن اشرب مثلا 10 كوبات في اليوم؟ لا. هتقول لي ضرره ايه؟ اقول لك بس نقف بقى طبيا عند ضرره ايه. هنا نقف بقى، الشاي يمنع امتصاص الحديد. حتى في كان زمان استاذ يعلمنا حاجه حلو جدا جدا، علمنا كتير جدا جدا. قال لك ما تقول لعيان اشرب شاي، قول له اشربه قبل الاكل، بس المزاج. يقول لي ماليش دعوه بالمزاج، كونك تشرب شاي بعد الاكل هيمنع امتصاص الحديد. خد الشاي ويخلص بعد نص ساعه ولا ثلاث ربع ساعه بقى كل. الشاي يمنع امتصاص الحديد، يعني ممكن يعمل انيميا. الحديد هام جدا 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 لصناعه الكرات الحمراء، فانت مش هتعمل حديد، وبالتالي هيبقى عندك كرات الدم الحمراء قليله، وبالتالي يجي لك انيميا. عشان ايه؟ كوبايه شاي. الشاي بلاش يمنع، دي يقلل امتصاص الحديد.